مشروع القانون إذا كان يتعلق بتنقيح القانون الصادر في 13 من مارس من سنة 91 و900 ألف، فأنه ينسحب على الأطباء وعلى أطباء الأسنان، لأن قانون سنة 91 و900 ألف المذكور ينص على أن الأحكام التي وردت فيه تنسحب على مهنة طبيب أو طبيب أسنان، كما ورد ذلك بالفصل الأول من هذا القانون، وكما ورد أيضا في عنوانه الذي جاء فيه أن هذا القانون يتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما. فإذا كان التنقيح المزمع إدخاله يتعلق بهذا القانون، فبالتأكيد أن الأمر ينسحب على الأطباء وعلى أطباء الأسنان في نفس الوقت.